احنا في نادي الاهلي ابو محمد استاذ راشد. صدق في حفوز المباريات حسستني اني يلعب. شو يذكرك هالنادي؟ زين يلا خليني اتذكر وياك قبل ما نتكلم عن موضوعنا اليوم في النادي الاهلي. والله ذكريات يا اخي ذكريات. رديتني ورا وايد، صدق ان اول مباراه تجريبيه لعبتها ويا المنتخب في هالنادي. في الاهلي. نعم. احنا مشاهدينا الكرام، انا ابو محمد كابتن زياد بخيت راح نعمل تقرير ميداني من استاد راشد بالنادي الاهلي عن مباراه القمه. اخترنا مباراه القمه في فقره 3 بوينتس عن مباراه الاهلي والوحده. تستحق محمد ان تكون مباراه القمه؟ لا تستحق، لان هي مباراه القمه. الاهلي فايز المباراه الاولى والوحده فايز المباراه الاولى. ف شو نقول الحين؟ نقول انها تستاهل ان نتابعها وندش داخل الاستاد. هيا بنا ونشوف. هيا بنا بنروح، خلكم معنا. نحن الآن في القلعة الحمراء، الطرف الأول في قمة الجولة الثانية من دور الخليج العربي. الفرسان حصدوا نقاط الجولة الأولى بصعوبة بالغة وبمهارة أحمد خليل في التسديد عن بعد عندما أحرز الهدف القاتل في مرمى دبي في الوقت بدل الضائع. عندما دخلنا للمبنى الإداري وجدنا الكثير من الإصلاحات الخاصة باستعدادات استاد راشد لاستضافة كأس العالم للناشئين. قررت أنا وزهير المشاركة في الميران الأساسي للفرقة الحمراء والتعرف على جاهزية الفرسان لمواجهة أصحاب السعادة. حلو، هذه غرفة ملابس نادي الأهلي صح؟ اي نعم. زين، خلنا نقول حق المشاهدين أبو محمد شو فكرتنا نحن الحين، شو بنسوي الحين أنا وأنت؟ نحن كل أسبوع بنختار مباراة قمة، وفي الأسبوع هذا بنسير الأندية اللي مختارينها. صحيح. وبعد كل أسبوع أنت بتلبس فانيلة واحد من من, من من الفرق، يعني من الناديين اللي بيلعبون، وأنا العكس. فشوفوا الفكرة، هذه اللقطة أو هذه الصورة أو هذه التيشيرتات اللي سوينا إياها. هاي كل أسبوع اللقطة هاي بتتكرر. بتتكرر. بس بتتغير ألوان الأندية. ألوان الأندية عبارة عن هيثم. الناديين. صح. أنت بتلبس العكس، قلنا وأنا العكس. فانيلة نادي الوحدة. فانيلة نادي الوحدة اللي بيلبسها الزير. نعم، فانيلة جميلة. يستاهلون الشكر صراحة. كلمناهم والله في نفس اليوم. ها؟ في نفس اليوم. انا شاهد على الموضوع يعني. والله ما كملوا ساعتين. بس حلو طالع الرقم. ارقامهم جديده بعد. ها؟ ايه؟ بنتكلم فيها معاهم هناك. ممكن اغير وارجع لك؟ لحظه لا تغير الحين. خلينا نشوف نادي الاهلي بعد شكل ثاني. ستايل. ليش مسوي لك رقم 11؟ انا طالب 11. انت انتقلت نادي ثاني. حرف الاتش. فيصل. زين ابو محمد شوف شعار الخيل. نعم. يدعمون اكسبو 2020. شيء حلو. وعندهم يدعمون بعد الراعي الرسمي يستاهل، وعندك سكاي دايف دبي الراعي الرسمي للفريق. شيء حلو. يلا نروح نبدل الحين. حاضرين. ونكمل معاكم، تابعونا. ما شاء الله ابو ماي شو هالتجديدات، استعداد حق كاس العالم الناشئين. من متى بدأوا؟ ان شاء الله بادين يمكن من حوالي 3 أسابيع الى 4 أسابيع تقريبا. هم تاخروا شوي لكن ان شاء الله تعالى بيخلصون
الانشاءات كلها قبل المدى المحدد. نحن الكباتن الاثنين زهير بخيت والكابتن عبد المجيد حسين يعني تقريبا من نفس الجيل اذا ما كان الكابتن زهير اكبر. لحظه شو نفس الجيل شو نفس الجيل؟ قبل يوم كنا نلعب يضربني ترى صدق يضربني. اعزائي المشاهدين نحن في نادي الاهلي ويا الكابتن عبد المجيد حسين. ابو مايد اشرح لهم شو كنت تسوي. ابدا ما تفضلت توقفك عند حدك اطلع ريني من شو مسوي به قبل. هي يا يضرب يعني. لا بس في يعني صارت لعبه معينه تذكرونها. شو متى عند الجول هذاك؟ كم سنه؟ عند الجول هذاك سنه كم؟ قال لي ما علي يا كابتن ما ادري شو كره ياي شاتني. لا بدون كره انا ما علي. على الانكل الكره يوم يد اعطيتني من ورا على الانكل. انا نعم جامد على الكوره هو يدري لكن بدون كره الحمد لله. وانا ما كملت المباراه كمل. ما بتكمل المباراه انك تلعب ويا واحد قوي. من بيفوز؟ الاهلي اوكي بيفوز لكن شو مواصفات الفريق اللي بيفوز المباراه؟ لا انا ما اقدر اقول لك الاهلي راح يفوز. مباراه راح تكون صعبه على الفريق وصعبه على الاهلي بالذات في ظل الظروف هذه. وبالتالي يعني ايضا فريق الوحده ظاهر من فوز كبير امام فريق النصر من فريق المرشح. وفريق الوحدة أتصور يعني أنا من الناس المرشحين بالمنافسة على البطولة فعلا لأن فريق متميز بعناصر مواطنين مميزين. أيضا الأجانب السنة عندهم أجانب مميزين وبالتالي يعني حتى المباراة الأولى اللي شفناها أمام النصر أدوا مباراة صراحة كبيرة. فبالتالي المباراة راح تكون صعبة يعني المباراة راح تنحسب خلال 90 دقيقة. أما ما الأشياء هاي اللي تسبق المباراة أنا ما أعتقد في أفضلية لفريق لفريق آخر. معنا الكابتن بشير والكابتن بشير عنده مباراة مهمة. طبعا كل المباريات مهمة اكيد صح بس لا تسألنا السؤال باي. ممكن تنزل عينك على اليسار شوية. نزلتها عارف زين هذا. شو رايك صدق في المباراة؟ لا المباراة بتكون مباراة قوية والناس يتريون المباراة هذه بالذات الوحدة الاهلي بعد مفاز الوحدة على النصر فيتمنون يشوفون مستوى طيب ان شاء الله ونكون في يومنا ان شاء الله في المباراه بالذات هذه فان شاء الله نبتعد الجمهور فيها ان شاء الله. بس بشو تذكرك الفانيله؟ والله تذكرها شيء وايد هذا بيتي طبعا. هي بس لا تطلع ارفع كاميرا قدامك كل الفانيله تبغى الفانيله؟ لا لا عندي وايد. عندك؟ عندي. كوزبن يقود الميران بحضور جميع اللاعبين الجديه والتركيز والحماس والرغبه في حصد نقاط اصحاب السعاده تظهر بوضوح على الوجوه. ابو سعيد انتوا السنه يعني بذلتوا مجهود جبار في استقطاب نجوم، ما بقول لعيبه، نجوم. بس اللي من البدايه يعني واجهتكم مشاكل كبيره. يعني بدايه من الله يعني قوموا ورجع بالسلامه سعد سرور. نعم. والحين مايد ناصر. وفي بعض الاصابات البسيطه يعني في الفريق. هي طال عمرك تدري هني طال عمرك في الشدايد تبان المرايد. نعم. وهذه شدايد والواحد طال عمرك لازم يتغلب لها. والحمد لله يعني انه نحن انا اعتقد ان عندنا من يسد في والموسم طويل. عين واصابت الفرسان، فبعد الاصابه التي لحقت بسعد سرور المدافع الاساسي للفريق والتي ستحرمه من المشاركه مع الفريق حتى نهايه الموسم، ينضم لقائمه المصابين الحارس الاساسي ماجد ناصر. وما أدراك ما هي أهمية ماجد للفرقة الحمراء. مباراة الوحدة أبو سعيد تتابعت فريقك مع دبي المباراة الأولى وتابعت الوحدة المباراة الأولى أكيد مع النصر. ما بسألك فنيا لكن أنت بعد متابعتك للفريق راضي عن أداء مع دبي بصراحة؟ لا شوف يعني أنت دائما ترجع لما تشوف الفريق تحس أن الفريق عنده أكثر ولكن بعد ترجع وتحسب كم الفرص اللي ضاعت. يعني ما دام الفرص تضيع معناته الفريق يخلق فرص. لين تأمل انه ان شاء الله في المباريات القادمه انه ما يكون تضيع الفرص الكثير ويخلونا لين اخر دقيقه وعقب صح يفوزون. يعني تعرف تحاول انها تكون افضل يعني في المباريات الجايه. واعتقد انه التدريج بيكون يعني توقعاتي ان الفريق بيتدرج من افضل لافضل لافضل. خلال زيارتنا للقلعة الأهلاوية لرصد الجاهزية والاستعداد للقاء قمة ثاني الجولات صادفنا في الزيارة بعض المفاجآت. في موضوع مهم جدا مع
دبي سبورت. يس دبي سبورت. دبي سبورت. هاي هاي هاي. Why you are here? Fabio-san, Fabio Cannavaro ni I love Fabio Cannavaro. I love Fabio Cannavaro. هي هاي اللي حافظتني بس اي لايك مو بكابامارو. كابامارو هذاك مال نينجا اللي ياكل معكرونه. اذا هذه اليابانيه مشاهدينا الكرام تعشق اللاعب كانافارو لاعب المنتخب الايطالي ومساعد مدرب النادي الاهلي. شكرا لك يا شكرا. شكرا. انت من اليابان وتاتينا هنا الى كانافارو فقط. You live in Dubai? No, I live in Japan. You come from Japan here yeah. for Cannavaro? Yeah. Only I'm crazy. يا زهير يا من اليابان حق كانافارو. يا زهير مو فيزا خير تقول عنتر مرزوق. عنتر مرزوق سيم كانافارو. ثانك يو سي باي باي. ثانك يو اريغاتو. يقول لك رايالو؟ قال ثلاثة. قلت له منو قال واحدة؟ قال لا عقب الاهلي. ايش؟ ليش عمي ليش يعني؟ زلت لسان. ها؟ زلت لا صدق طالع. زلت لسانة ولا من القلب طالع؟ لا مو من القلب. متأكد؟ أنت أهلاوي؟ ما يحتاج. شو قايل مرتبك أنت من الإمارات؟ مو مرتبك أفعالي. أكيد؟ نعم. أنت أهلاوي، ليش يعني قلت 3-2؟ خلها صفر. لا 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 صفر. إذا؟ إذا خلها صفر. صفر. لا 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 لا. زين يعني واحدة بيبون اثنين؟ عليكم. ممكن شيء كرة قدم هاي كرة يعني قدم يعني بتكون النتيجة 2-0 الوحدة عقب الأهلي حبيبي هاي كرة قدم آه. زين لو أنت لاعب وأنت عارف كل شيء يعني زين لو نفترض إنه يسجل الوحدة 2-0 ما يصير كيف ترى كيف هذا الأهلي حبيبي اللي ترى تقول 3-2 أنت أهلاوي ليش يعني قلت 3-2 خلها صفر لا 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 إذا إذا خلها أنا صفر لا 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 زين يعني وحدة بيبون اثنين عليكم ممكن شيء كرة هاي يعني بتكون النتيجة 2-0 الوحدة عقب الأهلي هذا حبيبي هاي كرة قدم آه. زين لو لاعب وأنت عارف كل شيء يعني زين لو نفترض إنه يسجل الوحدة 2-0 ما يصير كيف ترى هذا كيف هذا الأهلي حبيبي اللي ترى تقول 3-2 هذا الأهلي 2-0 الوحدة بس آخر شيء 3 الأهلي آخر شيء 3 بس أول شيء 2-0 الوحدة لا كيف